خبر عليه من شويه اللي هو هيسافر النرويج يوم الاربعاء عشان يعمل فتره معايشه مع فرقتين طالبينه من النرويج. ازيك يا عمرو؟ يا كابتن كريم، اخبارك ايه يا نجم؟ الحمد لله. ازاي يا كابتن، عامل ايه الاخبار؟ سؤالين. انا مسافر الخميس مش الاربعاء. الخميس ماشي، مش مشكله، المهم مسافر. سؤالين. السؤال الاول، يعني انت على حد علمي، يعني انا ما شفتكش في الملعب لكن قالوا لي عمرو مدحت ورده ده لاعب فلته، يعني لعيب كوره جامد جدا. لغايه دلوقتي يا عمرو ما شفناكش مع الفريق الاول، وكابتن محمد يوسف السنه دي مصعد لعيبه كتير، ايه السبب؟ ده رقم واحد. رقم واحد، انا الحمد لله انا بتمرن مع فرقه ال 20 سنه، ماشي الحمد لله كويس وملتزم ومنضبط وبلعب ماتشات وكل حاجه الحمد لله. فانا يعني انا بتمرن وبعمل اللي عليا. انا اكيد عامل حاجه يا عمرو، انا عارف دماغك، اكيد عامل حاجه، اكيد عامل قلق جوه النادي. لا والله انت عارف، انت حبيبي، انا بقف معاك كل شويه وبتكلم معاك، انت عارف. ما فيش اي حاجه والله، انا بعمل اللي عليا، وانا انا مستني فرصه تجيلي، يعني ما هي مش اكتر. انا بتمرن وبعمل اللي عليا، والناس كمان كده عارفه، والجهاز الفني كله ولجنه الكوره كلنا تعرف ان انا بعمل اللي عليا كويس وماشي كويس الحمد لله وملتزم. نسافر الخميس ان شاء الله. ان شاء الله في 10 اخوات ان شاء الله. ايه بقى هتعمل ايه هناك؟ يعني قول لي برضو العرضين اللي جايين من النرويج ايه؟ اول ما اروح هروح نادي اللي هو اي كي ستارت، اللي هو ادر السكر بين ده، اللي هو كان المدير الفني بتاعه سيلت كاير، وكان بيلعب فيه جون اوبي ميكيل، وكانوا نادي بيلعب نادي بطل النرويج وبيلعب دوري ابطال اوروبا وكاس الاتحاد الاوروبي. نادي كبير في النرويج يعني. نادي بيلعب دوري ابطال اوروبا وبيلعب كاس الاتحاد الاوروبي. بس اول ما اروح ان شاء الله هقعد كده اسبوع، بعد كده هنروح فتره، هنروح معسكر في اسبانيا ان شاء الله. يعني رايح انت الفريق واحد وهتروح معاهم المعسكر واسبوع هناك في النرويج. هو في الاول كان في كلام على روزنبرج. عارف نادي روزنبرج؟ عارف روزنبرج، من الانديه الشهيره في النرويج. كان في كلام برضه على روزنبرج، بس لسه ان شاء الله لما اروح اشوف يعني كل ده ان شاء الله. ان شاء الله، يعني فتره معايشه، يعني مش هقول اختبار، ولكن الناس هتشوفك على الطبيعه هناك. ان شاء الله ان شاء الله، يعني يتم على خير، وان شاء الله اول ما اروح نطلع على طول على اسبانيا، وهيبقى في ماتشات مع حكايتي. النادي الاهلي ما عندوش مشكله، موافق وكله تمام. الحمد لله، انا قعدت معاهم في الكوره ووافقوا على موضوع الاعاره ان شاء الله، وان شاء الله انا مسافر يوم الخميس الصبح. انت مسافر معاك حد ولا انت لوحدك؟ لا انا مسافر لوحدي. ما بتقول مسافرين ليه؟ نعم؟ بتقول مسافرين؟ لا مسافر. مسافر، طيب ماشي يا عمرو. انا قصدي الفرقه وكده يعني. تمام، يعني بشكرك يا عمرو، بالتوفيق ان شاء الله تعمل فتره كويسه مع الفريق النرويجي وتنضم ان شاء الله. عايزين اللعيبه المصريين المحترفين او اللعيبه الصغيرين الشباب يعني يحترفوا باذن الله. طيب